أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يقول إذا وجد المسلم امرأة مسلمة تحت زوج كافر في البلدان الإسلامية فما الواجب عليه، لا سيما إذا كانت الزوجة راضية بالزوج الكافر؟ لا يتدخل بينهما، هذا من شأن الحكام. إذا فصلها الحاكم المسلم وأكملت العدة تزوجها، أما أنه يعتدي عليها ويأخذها من الكافر يحصل فتنة ويحصل قتل وسفك دماء. نعم، تحتاج أمور تحتاج إلى تنفيذ من الحكام المسلمين. نعم.